بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، أقدم لكم هذه المادة وهي درس جديد بعنوان أقسام الفعل الصحيح. الأهداف التعليمية أن تتعرف أقسام الفعل الصحيح في آخر الحصة إن شاء الله، وأن توظف وتكون قادرا على توظيف الفعل الصحيح في وضعية تواصلية. أما الامتدادات إن شاء الله ستكون قادرا على تمييز بين أقسام الفعل المعتل كذلك، وتصريف الفعل الصحيح تصريفا صحيحا في زمن الماضي والمضارع والأمر. إذن نبدأ على بركة الله. اقرأ الجمل التالية ثم ضع سطرا تحت الأفعال وصنفها في الجدول التالي. زرع الفلاح القمح، سقى البستاني الزهور، وجد الولد شتلة فقام بغرسها، هطل المطر شممت الزهرة عطرها. إذن هذه الأفعال سنصنفها إلى أفعال صحيحة وأفعال معتلة، كما سبق وأن تعرفت في الحصص الماضية. إذن تأكد من أجوبتك. زرع، سقى، وجد، قام، هطل، شم. إذن الأفعال الصحيحة هي زرع، هطل، شم، والأفعال المعتلة هي وجد، قام، سقى. إذا لاحظ عزيزي التلميذ أن وجد تتضمن، يعني الفعل وجد يتضمن ضمن حروفه الواو، كذلك قام وجود الألف ضمن حروفه، سقى كذلك الألف في آخره، بينما الأفعال الصحيحة هي أفعال حروفها خالية من حروف العلة. وضعية الانطلاق، أعطى أستاذ لتلامذه مرة أخرى مجموعة من الأفعال الصحيحة فقط، وطلب منهم أن يصنفوها إلى ثلاثة مجموعات حسب معيار محدد. بعدها تلقى مجموعة من الإجابات، وكانت الإجابة الصحيحة هي كالتالي. إذن الأفعال الصحيحة التي وجب تصنيفها هي كالتالي: أخذ، لعب، شد، سأل، مد، كتب، فر، قرأ، مسح. إذن الإجابة الصحيحة التي توصل إليها بعض التلاميذ هي كالتالي: المجموعة الأولى، لعب، كتب، مسح. المجموعة الثانية،
أخذ سأل قرأ. المجموعة الثالثة شد مد فر. إذا لاحظ جيدا مثلا المجموعة الثانية، ما هو الحرف الذي يوجد في الفعل أخذ وسأل وقرأ؟ إذن أكيد عزيزي التلميذ ستقول الهمزة، أحسنت. ولاحظ المجموعة الثالثة، هناك حرف مضاعف، إذن الحرف الثاني والثالث أضغم في حرف واحد، إذن هذا هو القاسم المشترك. إذن هل تمكنت من ملاحظة أو من إيجاد المعيار الذي صنفت به هذه الأفعال إلى ثلاثة مجموعات؟ بالتأكيد ستكون عزيزي التلميذ قد لاحظت بأن أفعال المجموعة الثانية تتضمن ضمن حروفها الهمزة، وأفعال المجموعة الثالثة تتضمن حرفا مضاعفا، أما المجموعة الأولى فهي خالية من الهمز والتضعيف. الآن عزيزي التلميذ سأوجه إليك السؤال التالي، بماذا تسمى في نظرك أفعال المجموعة الأولى؟ وبماذا تسمى أفعال المجموعة الثانية؟ وبماذا تسمى أفعال المجموعة الثالثة؟ إذن صل بسهل إذن هناك أفعال مضاعفة، هل هي أفعال المجموعة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ وأفعال مهموزة كذلك، وأفعال سالمة من الهمز والتضعيف. لا شك أنك توصلت إلى الجواب الصحيح بسرعة. أفعال المجموعة الأولى، أحسنت، هي أفعال سالمة من الهمز والتضعيف. وأفعال المجموعة الثانية هي أفعال مهموزة. وأفعال المجموعة الثالثة أفعال مضاعفة. أحسنت. والآن حاول عزيزي التلميذ أن تستنتج قاعدة تميز فيها بين أقسام الفعل الصحيح. إذن نقول أن الفعل الصحيح على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: سالم، ما كان خاليا من الهمز والتضعيف. المهموز، ما كان أحد أحرفه همزة. والمضاعف، ما كان حرفه الثاني والثالث من جنس واحد. إذن نحاول أن نطبق هذه القاعدة، وذلك بملء الجدول التالي بالأفعال التالية: ملأ، أخذ، كتب، قرأ، عد، فر، لعب. ما هي الأفعال السالمة والأفعال المهموزة والأفعال المضاعفة؟ إذن يمكنك توقف الفيديو لكي تتمكن من الإجابة. إذن بعد ذلك تأكد من أجوبتك. لا شك أنكم توصلتم جميعا إلى الجواب الصحيح. أفعال سالمة هي كتب، لعب، خالية من حروف العلة. أفعال مهموزة ملأ، أخذ. الأفعال المضاعفة فر، عد. عبر عن المشاهد
التالية باستعمال الأفعال التالية: شم، قطع، قرأ. لاحظ جيدا، عزيزي التلميذ، تأكد من أجوبتك. إذا يمكن أن نختار الجملة التالية: تشم البنت زهرة، يقطع الطفلان الشجرة، يقرأ الطفل كتابا. أحسنتم. إذن أعزائي التلاميذ، انتهت هذه الحصة، نلقاكم بحول الله وقوته أعزائي التلاميذ في الحصة القادمة مع درس جديد، فكونوا في الموعد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.